السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. آلاف السوريين والعرب تفاجؤوا أنه عنوان النفوس تبعهم ممسوح، تفاجؤوا أنه قيود النفوس تبعهم راحت مع الأسف. ومعنى أنه يروح قيد النفوس هذا بيعني أنه إبطال الكملك والإقامة. أي شخص ما عنده قيد نفوس معرض لهذا الموضوع، إذا مو اليوم بكرة، إذا مو بكرة بالفترة القادمة. شو اللي عم يصير وشو اللي صار وكيف رح نتحقق من هاي المواضيع، كيف رح نصلح هاي الأغلاط وكيف رح نعمل تحديث للمعلومات ونعرف مع بعضنا شوية أمور كتير هامة. إخواني انتبهوا من هذا الموضوع، هذا الموضوع كتير ممكن أنه تتعرضوا له خصوصا بهي الفترة. بداية تفاجأوا عدة أشخاص أنه عنوان النفوس تبعهم ممسوح بشكل نهائي. إخواني هذا السبب بيعود لشغلتين. السبب الأول إخواني أنه مثبتين عنوان النفوس ولكن تثبيت غير صحيح، يعني رايحين عند أحد الأشخاص مثلا عاطينه مصاري قالينه ثبتنا عنوان النفوس، أخذهم مثبت لهم عنوان نفوسهم على أي بيت معين، وبعد فترة إخواني هذا الشخص اللي عم يشتغل بموضوع تثبيت عنوان النفوس بده يروح يثبت العناوين لناس غيركم أيضا، فعم يروح على دائرة النفوس يثبت شخص وبعدين يثبت شخص وبعدين يثبت شخص. فالموظف بدائرة النفوس عم بيقول له انه هذا العنوان صار مثبت عليه اكثر من 10 اشخاص او اكثر من 12 شخص، فهذا العدد كبير وهل فعليا هدول الاشخاص مقيمين هنيك او لا؟ فبيقول لهم هذا الشخص خلص مسحوا هدول الاشخاص، شو في اشخاص خلص قديمه مسحوها، عم يتم مسح هدول الاشخاص وانت عم تكون من بيناتهم لحتى يقدر يثبت اشخاص جديده على العنوان. وعم بيقولوا له بنفس الوقت انه نحن بدنا نعمل دناتيم على العنوان، الدناتيم اللي هو التدقيق، ويروحوا على العنوان يفوتوا على العنوان او شوف العنوان يلاقوا هدول الأشخاص مو موجودين، بالإضافة إنه أصلاً هو مسحكن من النفوس إنه بده يثبت أشخاص غيركن مشان يترزق من وراهم. ويمكن 50% من الشباب العزابيين مثبتين نفوسهم بهي الطريقة، والمتزوجين أيضاً بعض الأشخاص المتزوجين كمان مثبتين نفوسهم بهي الطريقة. فعم يفوتوا على الإدولات يلاقوا مكتوب قيد بلوم ماضي، يعني لا توجد سجلات إخواني ممسوح العنوان تبعكم نهائياً. هذا بالنسبة للسبب الأول. السبب الثاني، وقت صار حملة تدقيق على النفوس راحوا على عنوانكم ما لقوكم بالعنوان مرة مرتين وثلاثة، بعدين سجلوكم إنه أنتم مو موجودين بالعنوان، هذا يعتبر إنه عنوان نفوس كاذب إخواني وأنتم مو متواجدين بالعنوان، فهذا العنوان غلط. وبهذا الشكل بيتم مسح العنوان وإبطال الكملك بعد فترة مع الأسف. رح خليكم إخواني هلأ بأسفل هذا الفيديو بأول تعليق مثبت أكثر من فيديو بتمنى الجميع يفوت يشوفون، إلهم علاقة بعنوان النفوس، إلهم علاقة بالتحقق من هذا الموضوع والتحقق من كتير أمور. لاحوا أموركم إخواني، لأنه كلمة مسح عنوان النفوس معناتها مع الأسف بده يتم إبطال قيد الكملك والإقامة. هذا الحكي بيشمل أصحاب الكملك والإقامة. واجب علي إخواني أن أحذركم من هذا الموضوع. جميع الحلول إخواني رح تلاقوها بأول تعليق مثبت بهذا الفيديو. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.